مساء الخير عليكم في يوم جديد وحلقه جديده من برنامج المطبخ. طبعا مستنيه تليفوناتكم واستفساراتكم على ارقام التليفون اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. النهارده هنعمل يوم كامل للمربات، هنعمل انواع مختلفه شويه، انواع جديده علينا مش بنعملها قوي، وانواع متعارف عادي عليها، الفراوله، البرتقال، الكلام ده كله. بس هنعمل ان شاء الله يعني مجموعه من المربات النهارده هتعجبكم جدا جدا جدا. تمام، ما تنسوش ان انتوا بتبعتوا لنا دايما التطبيقات على صفحه شيف اسماء مسلم على البوست الثابت في اول الصفحه، البوست قدامكم على الشاشه هو ده اللي احنا بنستقبل منه كل التطبيقات. وكمان بكره ميعادنا مع اليوم بتاع الفوت، ميعاد الفوت كان عندنا ما بين اكلتين، التارت والتشيز كيك. اكتر حاجه انتوا صوتوا لها او هتصوتوا لها هي دي اللي هتكون معانا ما بين التارت والتشيز كيك. قدامكم اهو البوت ده بيبقى على صفحه المطبخ. تمام، يا بكره هننفذ يوم كامل عن التارتات حلو وحادق، او هنعمل تشيز كيك برده باشكال وانواع وصوصات، وهنعمل حاجات حلوه جدا. وكل المربات اللي احنا هنعملها النهارده ينفع نستخدمها كصوصات للتشيز كيك، يعني كل الكلام ده كله ممكن اخليه بكره استخدمه كمان كافكار في التشيز كيك لو احنا هنعمل مع بعض تشيز كيك بكره. اول حاجه عندي مربة القرع، هنعمل مربة قرع حلوه جدا، وهنحط معاها بطاطا، وهنحط معاها نوع ممكن من انواع الجيلي. تعالوا نشوف مقاديرها ونشتغل فيها مع بعض. عندي 2 كيلو من القرع، عندي نص كيلو سكر، بطاطا ممكن احط نص الكميه بطاطا مثلا كيلو او نص كيلو، يعني ما ترتبطوش قوي بالكميات بالنسبه للبطاطا. انتوا حابين تضيفوا الاضافه دي ضيفوا، مش حابين خلاص ممكن تشيلوها خالص. قرفه، قرنفل، ليمون، وعندي فانيليا وملح ليمون. تمام، هقول المقادير تاني. عندي 2 كيلو من القرع، القرع من الحاجات اللي هي يعني لما بتستوي بتقل حجمها جدا. نص كيلو من السكر، حوالي 3 كوبايات ونص، وعندي بطاطا مستخدمه حوالي كيلو، وقرفه وقرنفل وليمون وفانيليا وملح ليمون. تمام، على النار كده في حله هبدأ أحط كل مكوناتي. عندي القرع أهو، أهو بالشكل ده كده، بصوا كل ده هيفطس خالص، هيقل خالص. وعندي بطاطا طعمها المربى دي مش قادرة أقول لكم حلوة قد إيه. هحط عودين كده من القرفة، هحط شوية قرنفل بتدي طعم حلو قوي، القرنفل المسمار ده، رشة فانيليا مش كتير عشان ما يمررش معايا، رشة لو فانيليا سايلة تقدروا تحطوها. وعندي شوية ليمون، نص ليمونة كده مش كتير، وهحط نص معلقة من ملح الليمون. ملح الليمون ما بيسكرش عندي المربى، لو ما عنديش ومزنوقه جدا في موضوع ملح الليمون وما عنديش وعايزه ادخل انفذها، ممكن تستبدلي رشه ملح بشويه ليمون كبديل لملح الليمون. خلاص، هحط بقى السكر بتاعي، ده 1 2 3. تمام، وابدا اقلبها كده واسيبها بقى كل الكلام ده، السكر يسيح والقرع والبطاطا ينزلوا الميه بتاعتهم، والطعم بقى بتاع الفانيليا ريحتها بجد تحفه. بصوا القرنفل مع القرفه، بصوا اهو كل الكلام ده كده، هوريكم كمان شويه هتبقى مليانه ميه وكل الكلام ده هيسيح كده، والقرع والبطاطا هينزلوا ميتهم مع السكر، هوريكم كمان شويه هتبقى شكلها عامل ازاي. عايزين نضيف لها اضافه، انا كده عندي مربى مش محتاجه اضيف لها اي حاجه، مجرد بس ان انا هوطي عليها واسيبها تستوي على مهلها خالص اهو. خلاص، طيب بعد كده عايزه اضيف لها اضافه تعلي التست عندي شويه، لو عندي شويه جيلي، دول اضافه يعني اختياريه جدا، عندي شويه جيلي مثلا مشمش، شويه جيلي ليمون بيديلهم بيديله طعم حلو قوي. تمام، ده شوية جالي مش كده، هحط معلقة بس مش اكتر. خلاص، واقوم اقلباهم عليه تديني طعم حلو جدا. ناخد آية، ازيك يا آية، بصوا مجرد لسه ما كملناش الماية نزلت ازاي، ازيك يا آية،
ازيك يا حبيبتي؟ اتفضلي. الحمد لله، ايه الجمال ده؟ الله يخليكي، تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. بقول لحضرتك انا عملت الكيكه بتاع الجاتو، تمام، بس ما ظبطتش معايا. انهي كيكه عملتي؟ انهي طريقه؟ اللي هي بتاع انا حطيت البيض ومعاه الفانيليا والسكر والزيت. انهي مقدار؟ مقدار من اللي انا كنت منزلاه ولا عملتي مقدار انهي؟ لا انا عملت مقدار ازيد، انا عملت مقدار 10 بيضات. طيب بصي، هنزلك طريقه مضمونه جدا امشي عليها، عشان هو ده يعني المقدار ده اللي هيظبط معاكي. انا مش عارفه، ممكن هي كانت حلوه، بس تمام. لما انا جيت عملت الدقيق مع البيكنج باودر مع معلقه الكاكاو، تمام، وجيت اخلطهم بقى مع الخليط بتاعي ده، اتعمل بس بعد ما كان نافش وهاشف هبطت. بقى، عم هبط مره واحده. تمام. بصي، واحنا بنقلب دايما الكيك، انا هقولك ولو عملتيها وباظت منك هقولك يعني ممكن تعيدي تدويرها في ايه تاني. لو انتي بعد ما بتضربي البيض والسكر والكلام ده كله وينفخ معاكي جدا، بتحطي الدقيق، الاسباتولا اللي انتي بتقلبي بيها الدقيق او المعلقة اللي انتي بتقلبي بيها الدقيق، سواء خشب سواء اسباتولا سيليكون او اي حاجة، ما تطلعيهاش يعني. بصي، قلبي وهي جوه الخليط، ما ينفعش تطلعيها وتدخليها، تطلعيها وتدخليها، تطلعيها وتدخليها، فهماني؟ يعني مثلا لو ده البيض والسكر اللي انا معلياهم واتضربوا معايا، همسك الاسباتولا كده وافضل اقلب من تحت لفوق حركه بالراحه كده بالشكل ده، ما طلعش المعلقه فوق. لو طلعتي المعلقه فوق ودخلتيها وطلعتي المعلقه فوق ودخلتيها، الهواء كله بيطلع منها، تمام؟ يبقى وانت بتقلبي لازم الاسباتولا تفضل جوه الخليط ده، من الحاجات اللي بتهبط معاكي الخليط بتاعك. تاني حاجة، تكوني بتقلبيه بسرعة 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 بسرعة. لا، انا عندي الخليط ده فومي خفيف جدا، فلازم اتعامل معاه بالراحة عشان اعرف اقلب الدقيق من غير ما كل الكلام ده عندي يفطس مني. تمام. عملتي الكيك طلع مش مظبوط معاكي، مش متظبط الكلام ده كله، ممكن تحطي عليه مثلا جناش شوكولاته، جناش شوكولاته، ممكن سايحي شوكولاته خام على شويه لبن او شويه كريمه، وتقومي حطاهم، تفتتي الكيك خالص وحطاهم على الكيك، وممكن تكوريها وتدحرجيها كده مثلا في شويه جوز هند، وتعمليها كور تبقى زي حاجات صغيره كده تقدري تستخدميها كحاجات سواريه. تمام. بصوا، شايفين كم الميه اللي نزل اهو؟ شايفين كل ده ميه؟ شايفين من اقل من يعني ما فيش 3 دقايق اهو. خلاص، هغطي بقى عليها كده واسيبها بقى تستوي براحتها خالص، وناخد ام ملك ونعمل الطريقه التانية كمان بتاعه المربى اللي بعديها. ام ملك، الو، ازيك يا ام ملك؟ ازيك يا شيف اسماء؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ايه اخبارك؟ الحمد لله، كل سنه وحضرتك طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، وانت طيبه يا جميله. اتفضلي يا حبيبتي. انا قلت اصبح ريتاز، جايه من مدرسه مخصوص جري، عايزه اتصبح على حضرتك وتكلمي. يا سلام، ده احلى ريتاز. فين هي؟ ازيك يا ريتاز؟ ازيك يا حبيبتي؟ انا يا شيف اسماء. ازيك يا ريتو؟ عامله ايه يا حبيبتي؟ ايه اخبارك؟ لسه راجع من المدرسه؟ وانا كمان بموت فيكي. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا حبيبتي، وانت طيبه، كلمينا كده دايما، وعايزه اسمع صوتك على طول، وبعتلنا عايز كمان. اسال حضرتك على حاجه بس يا شفاء اسماء. فضلي. انا عندي بطايه وجوزي جاي من السفر بكره، عايزه لها طريقه يعني غير الطريقه العاديه اللي هي التقليديه دي، عايزه لها طريقه مختلفه. احنا عملناه مره بالفريك وعملناه مره بالبرتقال، بصوص البرتقال، حابه انزلك انهي طريقه؟ الطريقه اللي حضرتك بقى هتشوفيها، يعني هو كل الطرق بتاعت حضرتك جميله جدا. الله يخليك. اي حاجه تعمليها من ايدك. يعني انت حباه تحشيه فريك ولا حباه تعمليه بصوص البرتقال كده بطريقه مختلفه؟ قولي لي عايزه انهي طريقه وانزلها لك. بصوص البرتقال. حاضر، عينيا، هنزلها لك، ممكن نحضرها بعد. كل سنه وحضرتك طيبه كمان. وانت مره طيبة. والناس بتعيد الام. حبيبتي وانت طيبه، كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي، يا رب. ميرسي. ممكن نحضر صوص البرتقال للبط. دلوقتي هنعمل مربة الفراوله، كيلو، محتاجين كيلو من الفراوله. طبعا الكميه دي تقدروا تضعفوها، تقدروا تقللوها براحتكم خالص. كيلو فراوله، نص كيلو من السكر، نص المقدار سكر، وعندي قرفه طبعا اختياري، حابين تزودوا عليها نكهه القرفه ممكن، مش حابين ممكن نشيل القرفه، مش هيأثر. برده من الطعم اللي ممكن نحطه، ممكن نحط معلقه قشر برتقال. كل الحاجات دي نكهات اضافيه، وعصير ليمونه، وبرده هنحط ايه، رشة ملح ليمون كده، خلينا نثبت رشة ملح الليمون دي في كل المربات، بتخلي المربى عندي ما تخرص.
يبقى انا عندي كيلو فراوله نص الكميه بتاعتهم سكر، وعندي كمان 3 عيدان قرفه برضو اختياري، ممكن اضيف لهم نكهه القشر البرتقال برضو اختياري، عصير ليمونه وشويه ملح ليمون. انا يعني الاساسي اللي عندي الفراوله، السكر، ملح الليمون، وعصره الليمون. تمام، هناخد بقى الفراوله برضو نحطها نفس الطريقه. بصوا طريقه المربات مفيش اسهل من كده، سهله جدا ومش محتاجه اي يعني تعقيد. اهو هحط السكر بالشكل ده. تمام، حابين برضو شويه فانيليا كده، ايه تديها ريحه وطعم، رشه ملح الليمون بتاعتي، وعندي عصير الليمونه. تمام، أو ممكن نحط ده كده. والنكهه بقى اللي انا عايزه اضيفها، ممكن احط شويه بشر برتقال كده، يعني معلقه حتى صغيره زي ما انتوا حابين، مش حابين الطعم ده فيها ممكن تشيلوه، واحط عود قرفه. تمام كده، عايزه ابص على، بصوا شايفين القرع والبطاطا، شايفين كم الميه اللي طلع منها، هو ده اللي انا بقى بقول لكم عليه، من غير ميه خالص، احنا ما حطيناش ميه نهائي فيها، يعني كل الكلام ده على يعني على الناشف كده، مفيش ولا ميه خالص اتحطت فيها، كل الميه دي نزلت من القرع والبطاطا والسكر اهو، مفيهاش ميه خالص. خلاص، هقوم بقى مقلبه تقليبه كده برضو الفراوله. بصوا برضو نفس القصة، مفيش شوية وبلاقيها نزلت ميتها على طول، ووطي واسيبها بقى على نار هادية برضو كده، ايه تاخد كام غلو. خلاص، بصوا برضو منزلة المية بتاعتها، وكل مدى هتنزل ميتها اهي. تمام كده، طيب يبقى انا كده عندي الفراولة والقرع. تعالوا نعمل نوع تاني برضو من اكتر الانواع اللي انا بحبه بصراحه، نوع حلو جدا، ومفيش حد ما اعتقدش ان انتوا يعني ما حدش يكون ما بيحبش النوع ده من المربات، وهو نوع مختلف شويه مش دايما متوفر. هنعمل مربة مانجا. تمام، منين بقى؟ في ناس كتير بتبقى مخزنه ساعات مانجا في الفريزر، لو انت عامله كده تقدري تستخدميها، لو في مانجا مثلا مزه معاكي او مش حلوه تقدري تستخدميها، يعني تقدري تستخدمي كل الكلام ده. واليومين اللي جايين طبعا الصيف طالع، المانجا هتبقى منتشره، وانا عارفه ان في ناس كتير يعني من الستات الجميله بتتفرج علينا بتبقى مخزنه كده كام كيس كده مانجا، ممكن تقدروا تطلعوه تعملوا بيه المربى دي، مربى بجد في منتهى الجمال. مربة المانجا عندي محتاجة لها كيلو مانجا، طبعا الكميات ضعفوا قللوا براحتكم خالص، مفيش مشكلة خالص في موضوع الكميات. كيلو مانجا هحط نصهم سكر، وعندي عصرة ليمونة، ومعلقة جيلاتين باودر. معلقة الجيلاتين باودر ما عندكيش عايزة تستغني عنها ممكن، عايزة تحطي معلقة جيلاتين باودر بطعم المانجا ممكن، يعني اللي انت عايزاه، عايزة تحطيه سادة برضو ممكن. تمام، ورشة ملح الليمون اتفقنا اللي احنا ايه هنثبتها على كل المربات. يبقى عندي كيلو مانجا، نصهم برضو سكر، عصير ليمونة، معلقة جيلاتين باودر سواء مانجا سواء سادة، بتدي طعم وقوام حلو قوي زي الجاهزة بالظبط، زي ما بنجيب الجاهزة بالظبط. وعندنا كمان ملح ليمون. تمام، هقرب كده الدنيا اهو، وهبدأ برضو بنفس القصة كده، أفضي المانجا. طبعا المانجا أكون مقشراها وشايلة البذر وكل حاجة، يعني مانجا فيليه كده زي ما انتوا شايفين. بصوا المانجا دي حتى واضح إن هي مزة، شايفين؟ أي بقى مانجا الولاد مش هياكلوها، لما تبقى عندك لما تجيبيها تلاقيها صفرة مزة، الكلام ده كله اعمليها مربى على طول، أحلى مربى ممكن تاكلوه بجد، من اكتر المربات اللي انا بحبها جدا. كل اللي انا شغاله بيه ده لو عملنا تشيز كيك بكره ممكن كل الكلام ده نستخدمه كصوصات للتشيز كيك، للتارت، للحاجات الحلويات نقدر ان احنا نستخدمها فيها، هتبقى حلوه جدا.
معانا مدام ناديه واحنا بنحط السكر كده. ازيك يا مدام ناديه؟ ازيك انت؟ صباح الخير. صباح الفل حبيبتي، ازيك؟ جميل الحمد لله. انا كنت عايزه اسالك، كان في حفيدي كان في حفله عيد ميلاد واحد صاحبه، تمام، في كب كيك، محشي من جوه شوكولاته زي الجناش او زي الشوكولاته القابله للدهن اللي هي الطريه، لكن مش يعني هي مش كب كيك متقوره ومحطوط فيها الجناش، بيحقنوها ساعات، بتتحقن. بتتحقن بايه؟ بابره بتتباع عند مستلزمات الحلواني، بيحقنوا بيها كل الدوناتس، وممكن تحقني بيها البروفيترول، الاكلير، يعني الكلام ده. هو ولا هو؟ لا وهو مستوي. لا يعني لا بعد لا. ما يستوي؟ لا هي دي هي ونية. يعني هم حاشينها وهي نية؟ طب بصي، هو ممكن عندنا الطريقتين، في ابره بتتباع عند مستلزمات الحلواني، ممكن تبداي تحط فيها جناش شوكولاته او مربى او اي حاجه وتبداي تحقني بيها الكب كيك او اي حاجه، بروفيترول، اكلير، دوناتس، الكلام ده كله وهي نيه وهي مستويه. لو حابه تحشيها وهي نيه وانت بتعملي الكب كيك، هتحطي شويه من مقدار الكب كيك بتاعك، وهتجيبي شويه شوكولاته مثلا قابله للدهن او جناش او اي حاجه، وتعمليهم على شكل مكعبات التلج، يعني هتحطيهم في مكعبات التلج وتسيبيهم يجمدوا في الفريزر خالص. بعد كده هتطلعي مربع مربع تحطيه في النص وتكملي عليه مقدار الكب كيك، تمام؟ بعد كده هتدخلي تسويها. لما تدخل تستوي وهي متفرزه، الشوكولاته هتبقى معاكي سايحه، لكن لو دخلتيها وهي سايحه الشوكولاته هتحرق، فخدي برضو بالك من الجزء ده. ماشي؟ تمام. ممكن اشيل دي كده. احنا حطينا المانجا والسكر والجيلاتين، خلاص هحط برضو رشه كده فانيليا. رشه الفانيليا بتديني ريحه كده حلوه قوي، وكمان هنحط ملح الليمون. تمام كده. وبرده بصوا شويه هتلاقوها نزلت الميه بتاعتها وكل الكلام بتاعها نفس القصه كده. هنطلع بقى دلوقتي فاصل، تمام؟ قبل الفاصل هعيد معاكم عملنا ايه. عملت مربة القرع، عملنا الفراوله، عملنا المانجا، كل الكلام ده عندي على النار زي ما انتم شايفين اهو كده. وبعد الفاصل هنكمل انواع حلوه جدا من المربى، عاملين مربى بالبلح الرطب، وعاملين مربات حلوه جدا. استنونا بعد الفاصل نكمل بقيه حلقتنا. استنوا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. المربات بقى حطاها شويه على البوتاجاز ده وشويه على البوتاجاز ده، هوريها لكم من وقت للتاني وصلت لايه. ودلوقتي هنعمل مربى بلح. هنعمل مربى بلح من اكتر مربات البلح اللي انتوا عارفينها، البلح السمان. هنعمله ان شاء الله مع بعض كده في الموسم بتاعه ان شاء الله، بس دلوقتي هنعمل مربى البلح الرطب. الرطب اللي هو الاسمر، اللي هو قشرته الطري، قشرته سودا، هو ده اللي احنا هنشتغل بيه النهارده. عندي كيلو من بلح الرطب طبعا مقشرينه وشايلين النوى منه، وعندي نص كيلو من السكر، وعندي نص وعصير ليمونه وملح ليمون. هقول المقادير تاني: كيلو من بلح الرطب مقشر، وعندي نص كيلو من السكر وعصير ليمونه وملح ليمون. خلاص اهو هحطه كده هنا عندي. ممكن اشيل ده، الحله دي كده اشيلها دلوقتي. هحط البلح عندي بالشكل ده، اجيب سباتولا كده، هحط البلح عندي بصوا مقشراه وشايله منه النوى بالشكل ده، غاسلينه طبعا مقشرينه وشايلين النوى. هحط عليه شويه عصير ليمون. في ناس ممكن تعمل له شربات وتحطه عليه، بيبقى زي الشربات بتاع الكنافه، بس انا بحس يعني ان الطريقه دي ما بتفرقش كتير، بالعكس هتبقى مجهود على الفاضي. بحب احط معاه السكر على طول اهو. خلاص واديله كده تقليبه، مش بياخد وقت خالص، لان هو كمان البلح بيبقى طري فمش بياخد وقت خالص معانا اهو. ورشه الملح الليمون، هجيب كده الملح اهو،
بصوا شايفين بالشكل ده كده، رشه بسيطه ده كده، هسيبه برده لحد ما يغلي غلوتين. مفيش شويه هتلاقوا كل السكر ده داب والبلح نزل ميته مع السكر، نفس القصه. تمام كده، ابص بصه على المانجا، شايفين المانجا حلوه جدا اهي بالشكل ده كده اهو. بصوا ابتدت تنزل الميه بتاعتها. طب انا بعد كده بعد ما تستوي معايا وتبقى تمام والمربى جاهزه، عايزين نسيبها فليهات كده ممكن، عايزين نضربها بالهاند بلندر نخشنها شويه ممكن، عايزين ننعمها خالص تبقى بيوري ما فيهاش اي قطع من الفاكهه ممكن، كل ده هنتحكم فيه، يا يعني نضربها في كبه، يا يعني نضربها بالبلندر، يا يعني في خلاط، اي حاجه. تمام، يعني ممكن في ناس بتحب تعمل لها سندوتشات كده وهي فيليه زي ما هي موجوده كده هالقطع، وفي ناس بتحب تنعمها شويه بس يبقى فيها حتت خشنه، وممكن ننعمها خالص، دي حسب الرغبه. ناخد هدير معانا نغطي كده عليها ونسيبها. ازيك يا هدير؟ الحمد لله يا حبيبتي، كله زي الفل. اتفضلي يا حبيبتي. الله يخليكي، تسلمي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. اتفضلي. جميل، ممكن اعرف منك طريقه البسبوسه؟ حاضر هنزلها لك عينيا. ماشي يا حبيبتي، ميرسي. بصوا هوطي بس على العين دي كده شويه. طيب هنعمل مربى ايه تاني؟ عندي مربى الرمان. تعالوا، محتاجين للرمان كوبايتين من الرمان، طبعا مفصصاهم، يعني هجيب رمان وافصصهم بمنتهى طبعا السهوله، كلكم عارفين بتفصصوا ازاي. وعندي ربع كوبايه من الميه، وكوبايه من السكر، ومعلقه ليمون، ومعلقه ميه ورد، وعندي برضو ملح ليمون. تمام، هقول مقادير مره كمان. عندي كوبايتين من الرمان، وعندي كمان عليهم كوبايه من السكر، وربع كوبايه ميه، وليمون، وميه ورد. تمام، نقرب كده الدنيا. هجيب عندي حله بالشكل ده كده. تمام، وهبدا احط الرمان بتاعي. مربات حلوة قوي بجد، هتبقى فيها طعم مختلف عن اللي احنا متعودين عليه. العصير طالع منها يعني، ممكن نحط لها كمان شوية عصير رمان كده اهو، شوية اللي احنا عصرناهم، ونحط الليمون، عصرة الليمونة، ليمونة كده معصورة مش اكتر من كده، ومية الورد اختياري بتبقى حلوة قوي مع الرمان. عايزين نحطها اهي معلقة بس كده، ايه تديني طعم وريحة حلوين قوي. في ناس ما بتحبش طعم مية الورد او ريحة مية الورد في الاكل، خلاص شلوها مفيش مشكلة. ملح الليمون، وهنحط كوباية واحدة من السكر. انا حطيت عصير الرمان بداله، ممكن نحط ربع كوباية المية، او ممكن تحطوا عصير الرمان زي ما احنا حطينا. هقلب بقى كله كده برضو مع بعض، ومن غير على فكرة مقلب، كل ده هتلاقوه مع بعض ابتدى يعني يتجانس كده وينزل ميته لوحده من غير حتى تقليب اهو. وهسيبهم برضو ياخدوا يغلوا كده على النار لحد ما ياخدوا وقتهم خالص، اغطي عليهم واسيبهم يغلوا على النار. شايفين مربة البلح اهي قدامكم، برضو نفس القصة، عايزين تسيبوها بالحجم ده ممكن، عايزين نهرسها شوية او نعملها بالبلندر ننعمها شوية ممكن، براحتكم خالص اهي. هعملها لكم تاني، شايفين شايفين المية النازلة منها المربى، هننعمها بقى خالص، عايزينها خشنة شوية، براحتكم خالص اهو. طعمها برضو حلو قوي. كل الكلام ده ينفع تشتغلوا بيه بصوصات، كانه صوصات لل او حاجات تملوا بيها، او تحطوها على تشيز كيك، هتحطوها على التورت، كل الكلام ده ينفع. تمام، طيب عندي كمان مربة البرتقال ومربة الجزر، هنعمل النوعين دول. تعالوا نشوف الاول هنعمل البرتقال ازاي وبعدين نعمل الجزر. محتاجه عندي قشر كيلو برتقال، القشر هبشر كده البرتقال بالشكل ده، واحاول وانا ببشر اشيل حته الاورنج بس، مش ما ادخلش على الابيض. كوبايه من السكر،
ثلاث كوبايات من عصير البرتقال ومعلقه كبيره عصير ليمون حليمون. هقول المقادير مره كمان. محتاجه عندي قشر كيلو برتقال، الكيلو البرتقال اللي انا هعصره هعمله هبشره عشان اخد القشر بتاعته تمام، وعندي كوبايه من ثلاث كوبايات من عصير البرتقال وكوبايه من السكر ومعلقه كبيره من عصير الليمون وعندي كمان يعني شويه من ملح الليمون تمام. اخد بقى بصوا القشر كده بتاع البرتقال ريحته بجد تحفه، اول ما نزل على الحراره اول ما نزل على حراره عاليه الريحه بتاعه البرتقال كلها بتطلع معانا اهي. بصوا انا ما صفيتش كمان العصير، يعني تقدروا العصير تعصروه في الخلاط وتحطوه، عايزين تعصروه في عصاره برتقال ممكن، عايزين تحطوه في الخلاط من غير حتى يعني ما صفيه ممكن مفيش مشكله. هحط شويه عصير ليمون، هحط السكر برضو، عايزين تحطوا لها قرفه قرنفل اي حاجه منكهه كده ممكن لو حابين. هجيب سباتولا برضو اقلب بيها كده اهي. بصوا كل الكلام ده كده هيدخل مع بعض، عصير البرتقال مع قشر البرتقال والسكر وملح الليمون والليمون كل ده هيدخل. اي نوع من انواع المربات دي ينفع نحط عليها شويه جيلاتين من نفس الطعم، يعني ينفع احط مثلا معلقه جيلاتين من البرتقال من جيلي البرتقال، ينفع احط مثلا معلقه جيلي من جيلي المانجا وهكذا، ينفع مثلا امكس طعمين مع بعض، يعني مثلا ممكن مع البرتقال احط معلقه مشمش معلقه ليمون جيلي من ليمون، لو انتوا حابين تحطوا جيلي مش ضروري تحطوا جيلي، بس انا بقول لكم حاجات افكار تبداوا تضيفوا عليها نكهات للمربى تمام. اهو ابدا كده ابص، بصوا المانجا شايفين، البلح اهي، عايزه اوريكم الرمان اهو اهو. بصوا ده الرمان والمانجا، المانجا اهو والبرتقال عندي والبلح. الروايح بقى بتاعت الفاكهه مش قادره اقول لكم بجد حلوه قوي. ناخد اسراء كده معانا واحنا بنقلب كل نوع من المربى. ازيك يا اسراء؟ ازيك يا شيخه؟ الحمد لله يا حبيبتي كله زي الفل. اتفضلي يا جميل. سمحت انا عايز اسال عن الشوكولاته. بسكوت ايه؟ حاجه بالشوكولاته؟ انا سامعه حاجه بالشوكولاته. بالشوكولاته. تارت بالشوكولاته صح؟ انا سامعه صح؟ ايوه سامعه. حاضر يا حبيبتي عينيا. ماشي. بس انا سمحت بس على طول عشان خاطر مش هلحق اقعد. احنا بكره عاملين ما بين فوت ما بين التارتات والتشيز كيك، فاحنا بكره هنعمل يا يوم كامل تارتات يا يوم كامل تشيز كيك. تمام؟ فلو بكره ما عملناش التارتات اليوم كامل هقول لك عليه. تمام؟ ماشي يا حبيبتي شكرا. بصوا اهو بقلب كده كل جزء. مربة البلح انا كده بالنسبه لي تمام جدا. قبل ما هطلع فاصل عايزه اوريكم بس ان انا ممكن اعمل ايه. ممكن يا هاني البلندر او ممكن يعني هعملها مثلا قبل ما نطلع فاصل او بعد ما نطلع فاصل، انا عايزه اضربها شويه قدامكم. هحضر البلندر بقى واحنا في الفاصل كده عشان اوريكم الكلام ده كله قبل الفاصل. طب قبل ما نطلع فاصل ونقدم ممكن برضو اقول لكم مربة الجزر عشان نبقى خلصنا ونبدا بقى ايه بعد كده نقدم كل الكلام ده مع بعض. عندنا مربة الجزر محتاجين لها نص كيلو من الجزر المبشور، عايزين اكتر اقل براحتكم، نص كيلو من السكر، السكر قد الجزر، ومعلقه كبيره من عصير الليمون وعندي قرنفل. هقول المقادير مره كمان. عندنا نص كيلو من الجزر المبشور، نص كيلو جزر، معلقه صغيره من عصير الليمون وقرنفل تمام. بصوا قبل ما نطلع فاصل هحط اهو الجزر بالشكل ده كده خلاص، عصير الليمون، مربى جزر يعني قرنفل، يعني دي حاجه بصوا من قديم الازل بقى واحنا متعودين عليها. نحط كده القرنفل المسمار ده عليها، ممكن برده شويه فانيليا لو عندي، ما عنديش خلاص مفيش مشكله، رشه ملح الليمون تمام،
وعندي قد الجزر سكر، يعني نص كيلو يبقى نص كيلو، كيلو يبقى كيلو، هكذا اهو ده كده تمام. وهحطها برضو على النار. بعد بقى الفاصل هوريكم هنضرب ازاي الحاجات مع بعض، ازاي ننعمها، ازاي نخشنها، نبدا نقدمها مع بعض، وهجاوب كمان على كل الاسئله اللي اتسالناها. دي كده مربه الجزر، يا دوب هحطها على النار ونشوفها بعد الفاصل وصلت لايه. استنونا. رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. عملنا انواع مربات كتير جدا جدا النهارده، تعالوا بقى نقدمها. عندي كده الفراوله، بصوا فراوله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عن نفسي بحب يبقى فيها قطع كده، حابين يبقى فيها قطع تمام، مش حابين يبقى هنضربها شويه بالهاند بلندر اهي. مش عارفه بتتزحلق اهي. تمام اهي، حابين ننعمها تمام، مش حابين خلاص هسيبها زي ما هي كده. انا بحب بصراحه يبقى فيها قطع فراوله كده بالشكل ده. هبدا بس اجيب احسن مغرفه. تمام اهو، اهو الشكل ده كده. نمسح بس ال... دي منديلي هني، مش ممكن نمسح بده اهو كده، ننظف كده الطبق ده كده مربة الفراولة. تمام، ممكن كده زينها بفراوله بالشكل ده. خلاص ده كده مربة الفراوله. عندنا مربى ايه تاني جاهزه؟ عندنا البلح الرطب، بصوا شايفين جاهزه معايا كده زي الفل. تعالوا كده نديها ضربه اوريكم لو عايزه انعمها شويه. عايزين تسيبوها كده ممكن، عايزين تنعموها شويه برضو ممكن اهي. انا عموما كذوقي الشخصي بحب اسيبها يعني قطعه كده. تمام اهو، عايزين نضربها شويه، بصوا هننعم كده اهي. تعملوها بيوري خالص، تنعموها خالص براحتكم، الدرجه بقى بتاعت النعوميه دي على حد الرغبه. طعمها حلو جدا. خدي هني اشطف لي ده بسرعة، هني اشطف لي ده بسرعة. تمام، تعالوا بقى ايه نحطها في الطبق بتاعها كده اهي الشكل ده اه. بصوا شكلها وريحتها بقى، مش قادرة اقول لكم ريحتها حلوة ازاي اهو. حطها كده، حط البلحية كده هنا عشان تبقى باينة ان هي بلح. تمام جدا، تيش المنازلي هنا، ننظف كده الطبق بالشكل ده. دي كده مربى بتاعت البلح الرطب. تعالوا نشوف عندنا ايه تاني جاهز. عندنا المانجا جاهزة، المانجا برضو هبدأ انعم شوية كده فيها. بصوا عايزين تسيبوها برضو فليهات تقدروا، مش عايزين اهو هنعم كده شوية فيها، مش هنعم كتير اهي، بس كده نعم شوية كده. شيل دول المانجا دي بقى خرافة، مش قادرة اقول لكم حلوة قد ايه اهو، بس كده نجيبها كده ونبدأ نقدمها. بصوا دي مربة المانجا، شكلها مغري جدا اهي. حط الفلي كده بتاعها، دي كده المانجا. تمام ده نوع التالت. طيب عندنا ايه تاني؟ بصوا الجزر اللي احنا عملناها قبل الفاصل، شايفين بصوا اهي، شايفين الميه بتاعتها نزلت والسكر قاعد بيغلي والقرنفل بقى مديها ريحه حلوه بطريقه فظيعه بجد.
عندي البرتقال هبدا برضو اضربها ضربه كده وهسيب فيها شويه قشر. تمام، بس دي ممكن اسيبها تغلي شويه اقل. تعال نشوف قرع العسل هناك. بصوا بقى قرع العسل حلو جدا، هو البطاطا برضو متكرملة كده كمان شوية في السكر، فبجد طعمها فظيع. اهو سكر كده بجس فصل. اوكي ماشي، بصوا هضرب كده، هني انقل الحاجات دي على البوتاجاز تاني. اهو بصوا انا عامل كده بالشكل ده، عايزين نبقى فيها برضو قطع سيبوها، عايزين تنعموا خالص براحتكم. اهو دي بطاطا بقرع العسل من المربات اللي هتعجبكم بشكل فظيع. انا هشكل لكم اهو، شويه هعمله لكم ناعم وشويه اعمله لكم خشن شويه عشان يبقى عندكم كل الانواع. ابدا كده اجيب بس حاجه اغرب بيها. ماشي، بصوا نبدا نغرف كده. ريحتها بجد تحفه 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 مع القرنفل والقرفه، طعمها حلو قوي. اهو كده احنا ممكن بقى واحنا بنغرف بقيه الاطباق كده ممكن نرد على بس البرتقان، البط اللي بالبرتقان اللي اتسالنا عليه، واحنا بنغرف كده بقيه الاطباق. هو بنفس الطريقه دي، درجه النعومه زي ما انتم عايزين، عايزين تنعموا شويه، عايزين تتخنوها شويه، عايزين تخلوها فيليه شويه مهروسه خالص براحتكم. شايفين القرنفل ده برضو اللي فيها مديها. تمام، ولسه كل مدى طبعا انتوا المفروض بتوطوا عليها لحد ما تتقل اكتر من كده، احنا عشان ايه الوقت، فانا عايزه اطلعها في قبل ما نخلص البرنامج، بس انتوا بقى هتسيبوها تتقل اكتر من كده على عين واطيه كده او على نار واطيه لحد ما تتقل معايا خالص. ده كده مربى قرع العسل بالبطاطا. تمام، البط بقى مقاديرنا هتنزل على الشاشه دلوقتي. عندنا بط بالبرتقال، عندي بطه مثلا 2 كيلو، نص كيلو من الزبده، وعندي كمان نص كوبايه من الزبده، بشر برتقال، 4 ثمره برتقال، وعندي مقطع انصاف، وعندي جزر وكرفس وثوم وبصل وروزماري. تمام، وعندي زعتر فريش وكوبايه كريمه وورق لورا ونص كوبايه عصير عنب، طبعا دي اختياري، حابه تشيليها شيليها براحتك، وتلات معالق من السكر البني، وبقدمه مع رز بالكبد والقوانص. ممكن ننزل مقادير الصفحه الاولانيه تاني، وانتم منزلينها كده تاني هشرحها. هنجيب البطايه اللي عندي، وهجيب البرتقال اللي عندي اللي انا مقطعاه انصاف، هقوم حاشيه البطايه بيها، هشرحه بقى وانتوا المقادير قدامكم. وبعدين هجيب نص كوبايه الزبده اللينه، هحط عليها بشر برتقال، وهحط عليها شويه روز ماري فريش، وهحط كمان عليها ملح وفلفل والزعتر الفريش، وكل ده هدهن بيه البطايه من فوق. هحشي البطايه ايه؟ هحشي البطايه الاربع برتقانات اللي هم متقطعين صغيرين او انصاف او شرايح، وهحشيها جزر، وهحشي كرفس، وهحشي بصل. بعد ما حشيته وحطيت الطبقه بتاعت الزبده من فوق الوش، هدخله الفرن. بعد ما هدخله الفرن ويتحمر، بعد ما هيطلع هعمل له صوص حلو جدا كده بشويه سكر، او يعني هكرمل السكر سواء بني او ابيض، تقدري تستعملي الاثنين. بعد كده هحط عليهم نص كوبايه من العصير بتاع العنب مع شرايح برده برتقال او بشر برتقال، بيدي طعم حلو قوي، والكريمه. الصوص ده هحطه فوق الوش فوق البطايه اللي انا عاملاها بعد ما اتحمرت. البطايه خلاص دخلتها الفرن، هتاخد حوالي من ساعه ونص لساعتين على حسب حجمها،
وبعد كده هتطلعيها بعد ما تحمر هتكوني عامله الصوص ده، هتبداي تنزلي عليها الصوص ده وتقدميها مع رز بقى بالمكسرات، رز بالكبد والقوانص براحتكم خالص. دي كده المربات معانا. طيب ممكن نرد كمان على البسبوسه، البسبوسه برضو هتنزل معانا. نص كيلو من السميد الخشن، علبة زبادي، كوباية وربع من السكر، نص معلقة بيكنج باودر، ونص كوباية من السمنة، ومعلقتين كبار قشطة. هقول المقادير مرة كمان، ومعليهم فانيليا، واربعة معالق جلوكوز او عسل ابيض، وربع كوباية جوز هند ورشة ملح. نقول مرة كمان، عندنا نص كيلو من سميد الخشن، نص كيلو يعني حوالي 3 كوبايات ونص، وعندي علبة زبادي وكوباية وربع سكر ونص معلقة بيكنج باودر ونص كوباية سمنة، وعندي معلقتين كبار من القشطة، وعندي فانيليا واربع معالق جلوكوز او عسل ابيض، وربع كوباية جوز هند ورشة ملح. تمام، دي مقادير كده البسبوسة. عملنا ايه بقى تاني النهارده؟ زي ما انتم شايفين قدامكم عملنا مربى رمان، وعملنا البرتقال، وعملنا الجزر، وعملنا البطاطا والقرع، وعملنا كمان مربى مانجا، عملنا مربى البلح الرطب والفراوله. كل الكلام ده تقدروا تعملوه بطريقه سهله جدا وبسيطه، مش محتاجه اي مجهود منكم. اول ما هيبتدي المربى تاخد غلوتين ثلاثه كده، هبدا اوطي عليها واسيبها على نار هاديه تاخد وتدي كده لحد ما المربى عندي تتقل ويبقى قوامها مظبوط. خلاص، دي النقط المهمه. ملح الليمون مهمته في المربات ان هو ما يخرص معايا المربى. ما عنديش ملح ليمون ومضطرة أعمل مربى دلوقتي، هحط شوية ملح وشوية ليمون. تمام، بس طبعا ملح الليمون من أكتر الحاجات اللي ما بتخرص عندك المربى لو قعدت وقت طويل، حتى بنستخدمه برضو في الشربات. يعني احنا بنعمل شربات مثلا لكنافة الكلام ده، بحب أرش رشة ملح ليمون، بتمنع عندي أي تخريز للسكر أو أي سكر مخرز عندي في الخليط. فدي برضو من الحاجات اللي تقدروا تعملوها بطريقة سهلة جدا. دي كده كانت حلقتنا النهارده، يا رب تكون الحلقه عجبتكم. بكره سواء هنعمل التارت سواء هنعمل تشيز كيك، هنستخدم كل الحاجات اللي عملناها النهارده في التزيين وفي الحلويات اللي احنا هنعملها بكره. استنونا في حلقه جديده ويوم جديد. باي باي.